دقة الزوم. طبعا أول مرة أسوي أنا أصلا لايف، شو اسمه، ورشة لايف أونلاين، وحبيت إن أنا يعني تكون جدا مرتبة ومفيدة إن شاء الله، عشان نكون نقدر نفيد ونستفيد. عموما في هذه الورشة إن شاء الله بإذن الله هتكلم عن مبادئ الرسم بالألوان الزيتية. قبل ما أبدأ حعرفكم بنفسي. طبعا أول شيء أرحب كل الحضور، كل اللي معانا في الـ في في الـ في الورشة. أهلا بكم جميعا، سواء كنتم من في كل أنحاء المملكة أو خارج المملكة، الله يحييكم جميعا، وشكرا لتسجيلكم معانا في هذه الدورة الجميلة، اللي صراحة الهدف منها هو إنه أدي معلومات اللي ربنا أعطاني هي من في مجال اللي أنا أحبه، اللي هو الرسم بالألوان الزيتية والألوان المائية وكل أنواع الفنون. أنا عندي الحمد لله يعني مهارات في كثير من أنواع الخامات، أوكي؟ ف شو اسمه اللي حاصل إنه حبيت إنه يعني إن نتواصل، وسبحان الله في ناس كثير طلبوا مني إن أنا أسوي دورة. طبعا بحكم الجائحة وكورونا، ولا زال عندنا الحجر والأشياء هذه، فنبدأ إحنا نسوي أونلاين، وهذه أفضل طريقة صراحة نتواصل مع بعض. اللي حاصل إنه هذه أول دورة، كانت هي تعتبر دورة تجريبية، لأن إن شاء الله بناوي أبدأ أسوي دورات احترافية لكثير من مجالات الفنون، من ضمنها الألوان الزيتية، رسم البورتريه، رسم اللاندسكيب، كيف تحترف الألوان الزيتية. بحكم إنه أنا أعشق الألوان الزيتية، أنا مو معناته إنه ما أحب أرسم بالإكريليك أو المائي أو شيء، بالعكس كلها جميلة وكلها لها خاصيات وأشياء جدا ممتازة. الفكرة إنه أنا اللي ربنا أداني هو كمعلومات، أبغى أحاول إني أنا يعني أفيد الناس اللي حابين يتواصلوا ويتعلموا منه كثير، لأنه هذا حسب طلب كثير من الزملاء ومن الأصحاب ومن اللي بيقابلوني ويتراسلوا معايا في عن طريق الواتساب ولا أونلاين عن طريق مواقع السوشيال ميديا. كلهم بيقولوا لي إحسان نبغاك تسوي لنا دورة، فأنا هذا استجابة لكثير من الطلبات اللي الناس طالبيني هي، وأنا يعني أتشرف بإني أنا أقدم دورة، وهذا أمنية حياتي إنه أنا منها إنه أنا أعلم العلم اللي ربنا أعطانا هو، في نفس الوقت إن أنا أمارس الفن اللي أنا أحبه اللي هو الرسم والفن التشكيلي بشكل عام. وطبعاً حكون عندنا دورات كثير، حنبدأ ننزلها أول بأول على مواقعي في السوشيال ميديا، في الفيسبوك والإنستغرام والبرامج الثانية، بالإضافة إلى إن حتكون إعلاناتها بنحاول نرتبها، يعني إحنا أول مرة فعذرونا لأي أخطاء ممكن تظهر معانا قدر الإمكان، بنحاول إننا إن شاء الله نستفيد من هذه الفترة اللي هي إنه الكل صار في أونلاين، الكل صار على المستوى العالم صاروا يشتغلوا أونلاين، فقلت ليش ما أنا أبدأ كمان أقدم محاضراتي، إنه كنت أول أعطيها في كثير من المراكز زي مركز أدهم للفنون أو جدة التاريخية، وكثير طلبوني إني أرجع مرة ثانية أقدم الدورات هذه، فبحاول أجرب إني أقدمها من مرسمي، وإن شاء الله بإذن الله تكون مفيدة وهادفة وتكون وصلت للغاية اللي إحنا نبغى نسويها، اللي هي نشر العلم في المجال اللي هو أنا متخصص فيه. فالعلوم مختلفة في كل أنواع، كل يعني أشكال العلوم، العلوم الفيزيائية، الكيميائية، الحساب، العلوم ما لها طبعاً نهاية، وكله تعتبر علوم، العلوم الدينية، هذه كلها علوم. فأنا علمي في هذا المجال ما شاء الله تبارك الله بشهادة ناس كثير، وبحكم أنه أنا عندي معرفة معينة في هذا المجال، طبعاً ما وصلت للاحترافية، ولكن أنا أقول لكم اللي موجود عندي جميل ويساعدني أن أقدم اللي أتعلمته للناس. بحكم أني أنا بديت بالألوان، أشتغل بالألوان وبالرسم من وأنا يعني صغير، يعني عمري تقريبا حوالي 8-9 سنين وأنا بديت أشتغل بالألوان الزيتية. هذه يعني مجال يعني أنا الحين يعني عمري يعني فوق 40-45 سنة أو 49 سنة الحين، فما شاء الله عندي خبرة في هذا المجال، ولازلت أحس نفسي مبتدئ، لازلت بتعلم، وهذا الشيء مو عيب، الواحد طول عمره يقعد يتعلم.
ما نبغى ناخذ كثير في الكلام. المهم اشكر حضوركم، شكرا جزيلا. اعرفكم بنفسي، انا احسان برهان، فنان تشكيلي سعودي من المملكه العربيه السعوديه، مقيم في جده. طبعا لي نشاطات كثيره، اعمل كمدير قسم التصاميم او ارت دايركتور في شركه بنشمارك، وعندي انا يعني بسوي تصاميم بالديجيتال ارت او في بالذات في الرسم الستيجز والحفلات والمناسبات الترفيهيه. وحكم انه يعني عملي في بنشمارك ساعدني في اني انا اكون مبتكر وادخل في خامات، وصراحه بنشمارك من الشركات القويه اللي ساعدتني في انه انا ابدا احقق طموحاتي في انتاج الشيء من الفكره انه يكون حاجه حلم حقيقي. وكثير من المشاريع بديناها قويه كانت ما شاء الله، من ضمنها اليوم الوطني عام 2000 وكم، يعني قبل سنتين قبل كورونا، كانت من اجمل الاحتفالات الكبيره اتعملت في جده. فهذا عملي اساسي، لكن اللي الحلو في الموضوع انه مربوط عملي بفني، يعني هذا اللي احبه اني اشتغل مجال انا احبه. الشيء الثاني انه انا اعشق الفن التشكيلي وابغى اعلم الناس الفن، وان شاء الله باذن الله حتستفيدوا من المحاضره هذه، لانه انا حاولت انه يكون الزوم مده المحاضره ساعتين، بس اعتقد لسه يبغى له برمجه ويبغى له حاجات عشان يكون فتره الورشه اطول. عموما احنا اللي عارفه انه حوالي 45 دقيقه، خلينا نبدا عشان لا نعطلكم. احنا اول حاجه نبغى نبدا بكل بساطه، هذا عندي كامبس، هذا الكامبس. طبعا انا ما ابغى اضيع وقت المحاضره، كم مده المحاضره؟ ان شاء الله هي كم معنا اكثر من 40 دقيقه، يعني يا دوبك الواحد لما يشتري كامبس يحاول انه لما يبدا يشتري كامبس ما يشتري كامبس يكون رخيص. حاول انا عاده انا اصنع الكامبس بنفسي، احب اشد قماش بنفسي وكل شيء، وهذه متعه ان الواحد يسوي الكامبس حقه بنفسه، ترى يعني شغله جدا سهله ما يبغى لها. بس اذا ما عندك وقت او ما تحب انك ما انت هاندي جاي، ما تبغى تشتغل تسوي شويه برواز او تشد لوحات او متعبه، ممكن تشتري جاهز. بس انا افضل تشتروا النوع الممتاز اللي هو يكون شويه خشب وكذا، نوعيه ممتازه. في برضه حتى من الانواع الامريكيه او الصينيه تكون ممتازه، لكن برضه لما تاخذها ما تشتغل فيها على طول، دائما تجيك مرخرخه شويه، الكامبس يكون مو مشدود. حلها جدا بسيط، حتى الصيني يجيك برضه مو مشدود، بس الصيني له علاجات ثانيه عشان يكون مناسب وانك ترسم عليه للتدريب. لكن انا ما انصح بانكم تاخذوا بعض الانواع التعبانه، بس انت التدريب ما عندك مشكله، بس حط عليها جسو، وش جسو اللي هو ماده الجسو وجه او وجهين عشان تدي القماش صلابه شوي اكثر. فهذه النوعيه اعتقد انها امريكيه صناعتها، بس انه يعني نوعيه ممتازه جدا ممتازه. اوه ما شاء الله، يعني نوعيه ممتازه اللي هي ما ادري شايفين هنا وينستون، ايوه ما شاء الله نوعيه امريكيه ممتازه مره جدا. حتى انها ممتازه بس تجي ملخلخه. ايش اول شيء نسويه؟ اول حاجه لما نفك الكانفس نجيب بخاخ مويه عادي، مويه عاديه، اوكي، نبخ الكانفس من وراء. هذا ميزه الكانفس انه لما تبخه من وراء القماش طبيعي يشد نفسه، فنعطيه بختين ثلاثه من المويه، بختين ثلاثه من المويه في كل الانحاء، نحاول نوزع المويه في كل المناطق هذه عشان القماش يشرب شويه من المويه. مجرد بخاخ عادي يعني، من اي بخاخ موجود في اي محل، اوكي. بعد ما نبخ المويه اوتوماتيك الكانفاس طبيعته انه يشد نفسه، انتوا شفتوه قبل شوي كيف كان، ودحين هوريكم كيف يصير بعد ما انا بخيت وبخت مويه. ملاحظين بدا يطبل، ما كان كده، ملاحظين شد نفسه، صار زي الطبله. وهذه ميزه الكانفاس، ومعظم انواع الكانفاس يعني حتى الصيني منه يسوي نفس الحركه هذه، لكن عاده كثير بيجيهم الكانفاس مو يشتغل عليه هو ضعيف، ومو حلو الواحد يشتغل على كانفاس مو مشدود. طبعا انا احب في الاونه الاخيره اني اشتغل على اني اجيب بلاكاش والف عليه كانفاس واشتغل عليه، وهذه ان شاء الله باذن الله في الدورات الاحترافيه حبدا انا انزلها كدورات ثانيه، اللي هي كيف انك تسوي
كان بس خاص بيك بطريقة معينة وبأسعار جدا رخيصة. طبعا مو معناته ان ارسم ده لازم على كانفاس، ممكن الرسم يكون على لوحات ابلكاش ما فيها مشكله، لوحات مشهوره زي مثلا الموناليزا، بعض لوحات سلفادور دالي كلها على ابلكاش او يعني اللي هو البلاي وود يسموه، مو شرط على كانفاس. والخوف من الكانفاس انه ممكن يعني مع التخزين مع المده انه ينقطع او شيء زي كده. وفي حاجه تعلمتها من استاذ ضياء كمان انه اذا تحمي لوحتك تشتغل على كانفاس ولكن تحط وراها ابلكاش وتشدها، وعشان لا قدر الله جالها اي خبطه من هنا من هنا لا زالت تكون محميه ما تنخرم او شيء زي كده. المهم احنا جاهزين بحكم الورشه الوقت حقنا نحط اللوحه. طبعا اول حاجه انه الواحد لازم يحاول انه يشتغل على يكون عدته من العدد الممتازة، ما أقول لكم الاحترافية اللي هي مرة غالية. يعني أنا ما أنصح إن الواحد يرسم على طاولة، ما أنصح، لأنه بذات الرسم يأخذ جهد ووقت كثير من الإنسان. تخيل أنت على الكمبيوتر أو على هذا ودائما كده راسك لتحت، عندك سير مشاكل في عمود الفقري، وهذا على فترة طويلة، وأنت تنسى نفسك وأنت بترسم، تلاقي نفسك انك منهمك، فما تشوف جسمك او تعطي له نفسك كذا مطه عشان يرجع عمودك الفقري يكون كويس، بتضطر انك تكمل الرسمه، وهذا على فترات طويله حيسوي لك مشكله في الظهر. فالنصيحه لاي فنان مبتدئ او محترف انه ما يشتغل على طاوله الا بطريقه صحيه. ممكن تحط الطاوله كده تكون هو تكون انت واقف، او لازم يكون ظهرك مستقيم، لا تحاول تنكفي على قولهم باللهجة حجازية إنه تنكفي على اللوحة وتقعد ترسم، هذا يأثر ظهرك. أو إنك وتعود نفسك خاصة أنت كمبتدئ إنك ترسم على ستاند، جدا مهم إنك ترسم على ستاند. الرسم الأفقي هذا يساعدك كثير في إنك تبعد عن اللوحة وتشوفها من بعيد، وفي نفس الوقت يعني يكون عندك مجال تتحرك وتشوفها ولما ترسم من بعيد. ليش هم بيسووا فرش طويلة وفرش قصيرة؟ الفرش الطويلة عادة عشان تديك مسافة تبعد عشان تقدر تشتغل من بعيد. طبعا الآن أنا أسست شديت الكانفاس عندي، هبدأ أول حاجة الألوان الزيتية. يعني الناس متخوفة منها أو الناس شاردين منها بسبب أشياء كثير، من ضمنها إنه يقول لك الألوان الزيتية فيها الروائح نفاذة أو مدري إيش. هو تركيبته جدا بسيطة، في أشياء الآن بالذات معروف انه الالوان الزيتيه عباره عن يعني اي لون زيتي عباره عن لينسيد اويل. لينسيد اويل اللي هو زيت بذره الكتان، اوكي، حتى بذات النوعيات الممتازه هذه زيت بذره الكتان مع اكسيد تلوين، هو ده اللي مكون منه. فهذا ما يضر الا يعني للناس اللي عندهم حساسيه او شيء زي كذا. لكن ايش اللي ممكن يضر؟ اللي هو استخدامك للمذيبات معاها، المذيبات اللي هي التينر بالذات، لانه تحتاج مرات تنظف الفرشه او شيء زي كذا. وفي انواع اللي هي ما تكون لها رائحه كثير، وفي انواع غاليه تتباع في المكتبات. وانا نصيحتي يعني من تجربتي في هذا المجال، اللي يبغى التينر ما له ريحه قويه ويكون رخيص يروح يشتري اللي هي التينر حق اللي يولعوا فيه الحطب، موجود في كل سوبر ماركت ومفتوح 24 ساعة. ما عندك عذر انك تقول والله ما عندي تينر ارسم، لا، التينر موجود في السوبر ماركت اللي هو يولعوا فيه الفحم حق الشوي، ورخيص بخمسة ريال وستة ريال وما له رائحة، غير اللي تلاقيه في المكتبات تكون كده عبوته مرة فانسي وغالية وممكن قيمته 55 60 70 ريال وهكذا. ف يعني تقدر تاخذ التينر هذا. لازم مهم يكون عندك اللينسيد اويل اللي هو زيت خاص بالرسم، اللي هو زيت عباد الشم، سوري، زيت اللينسيد اويل اللي هو زيت بذره الكتان، وهذا افضل انواع. طبعا في انواع كثير بيستخدموها الفنانين في العالم، ممكن زيت الجوز، ممكن زيت اللي هو عباد الشمس، هذه كلها تنفع للرسم وبس، كلها لها خاصيات. مثلا زيت الجوز يعتبر ارقى انواعه، بس عيبه انه بعد فتره تطلع ريحه لما تشوف الفول السوداني كيف لما يزنخ كله ريحه قويه، او لانه جوز اللي هو القعقع نسميه او عين الجمل. هذا الزيت برضه ممتاز للرسم، افضل طبعا من اللينسيد اويل اللي هو بذره الكتان. وبذره الكتان يعني هو يعني انواع منه، انواع تؤكل في مصر بيسموه الزيت الحار. وهذا الزيت الحار
بيحطوه مع الفول وهذا يؤكل ويعتبر من المواد الغذائيه. في من نوعات منه لا تقيل شويه يكون محمر زياده او غالينه عشان يكون تقيل، وهذا هو اللينسيد اويل بدرجات معينه. من هنا تلاقي في المكتبات انواع من انواع الزيوت يكون مغلي زياده او مضاف عليه مواد كيماويه عشان تسرعه في الجفافان وهكذا، اللي هو الليكون والاشياء هذه. طبعا انا بستخدم كل الانواع، جربت كل الانواع، وفي انواع يعني مره حلوه صراحه ورخيصه موجوده في مواد البناء. يا اديني الزيت، العلبه هذيك اللي هناك الصفرة شايفه اللي تحت، ايوه. طبعا بحسب بحثي انا هنا في ناس كثير من الفنانين بيقولوا صعب علينا ان غاليه المواد حقت الزيت، لا يعني زي هذه مثلا، هذه انا ما ابغى اسوي دعايه للماركه هذه، هذا زيت بذرة الكتان بس نوعية جدا عادية شعبية وصناعة مصرية مرة ممتاز، هو نفسه هذا ولكن درجة يعني أكثر سخونية غامق شوية يعني زي العسل كده، بس ممتاز جدا وممكن صلابته أقوى من هذا. وعادة لما يكون عندي مساحات كبيرة أستخدم هذا كثير في 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 الرسم. عموما أنا أول حاجة عشان أبغى أبدأ الحين هأخذ شوية زيت لينسيد أويل، يكون دائما جنبي لينسيد أويل اللي هو زيت بذرة الكتان عفوا والتينر، اوكي هذه يكون دائما جنبي على طول لازم عشان ابدا عفوا بالاضافه الى اختيار الالوان، لازم اختار الوان ممتازه عشان النتيجه تطلع ممتازه. اوكي هذه الوان ممتازه اللي هي الوينسن وينسن نيوتن، مره كويسه وممتازه وموجوده عندنا في المكتبات. الحين ندخل في الفرش. الفرش طبعا انواع، طبعا كل واحد يشتغل بالشيء اللي يرتاح فيه، بس انا لقيت حسب خبرتي انه افضل انواع الفرش اللي انا برسم فيها ولا احب ارسم فيها اللي يسموها البريسل براش. البريسل براش اللي تجيك مدببه كده لكن بالجنب مبططه، لكن كده هي مدببه فيسموها بريسل براش. هذه ممتازه لما تبي تسوي خط عريض وتقدر كمان تسوي خط صغير، ومره مره ممتازه. طبعا معروفه الالوان الزيتيه الفرش حقتها تكون الشعيرات حقتها قاسيه شويه مقارنه بالالوان المائيه اللي تجيك ناعمه وخفيفه لانها تسحب مويه او تسحب شعيرات خفيفه ومواد خفيفه. بس بعض ما تستخدم الفرش الدائريه جدا كمان تكون عمليه في بعض المواقع التحديد للتفاصيل. طبعا انا هنا بقول لكم البيسكس، انا اسلوبي تاثيري، انا احب ارسم بالالوان الزيتيه بطريقه تاثيريه، ما اسوي تفاصيل. ليش؟ لانه ابغى انقل احساسي، ما ابغى انقل انا شيء زي ما هو. بس الواحد مو شرط انه يكون كاميرا يلقط الشيء اللي قدامه، بس حلو انك او لما ترسم اول شيء، اول نصيحه انك ما ترسم من صوره. هذه نصيحتي، نصيحه بتتعلم بالذات في مرحله انك تدخل في مجال الفن التشكيلي بقوه. اسس نفسك صح. كيف تاسس نفسك صح؟ انك ما تاخذ من صوره، تاخذ من عينك مجرد. العين سبحان الله فيها فلاتر، فيها رؤيه وللابعاد للالوان اكثر كثير من الكاميرا. انت تحد نفسك وتحرم نفسك من كثير من التعلم لما تاخذ من صوره. اي عنصر تقدر تحط اي عنصر قدامك، ان شاء الله فنجان، كاسه شاي او حاجه، اي شيء ارسمه قدامك جرب، هتلاقي نفسك يمكن من اول رسمه او رسمتين بدت عندك زخم من المعلومات مره كبيره. وهذه نصيحه. طبعا الان انا جبت موضوع جدا بسيط اللي هو الجره، هذه جره حقت المويه المعروفه عندنا هنا في المملكه العربيه السعوديه، يشربوا فيها مويه زمان، معروف حقه المويه معموله من فخار. طبعا هذه مصنوعه من المدينه المنوره، ما ادري شايفينها ولا لا، خليني ابعد هذه عنكم. حطيت معها نبته عشان تديها شويه كده بس اكشن، عشان ابغى ابدا اوريكم عشان اللوحه حقه مربع. اول حاجه فينا زمان انا كنت استخدم البليتا الخشبيه، طبعا البليتا الخشبيه كويس ممتازه ما تنكسر لما تطيح وامورها طيب. هذه لما اكون برا شغال في هواء الطلق استخدم البليتة الخشبيه، وجدا ممتازه اني اخلط فيها الالوان، ومشكلتها بس في تنظيفها لكن عادي ممتعه في الشغل ولازلت استخدمها انا لما اكون برا. لكن لما اكون انا مثلا في استديو افضل حاجه اني انا استخدم اللي هو البليتة القزاز الزجاجيه.
طبعا باليت الزجاجيه مره سهله في تنظيفها، احط اللون يقعد يساعده اني انا اقدر بعد ما اخلص او ينشف اللون شويه احكه بالقشاطه حقت يعني هجيب لكم هي تشوفوها، يعني اي مكشطه اي حاجه كده يصير على طول تقدر تشيلها وتبدا تشتغل على باليت تنظيفها. لازم يكون عندكم قطعة قماش، مرة مهم وجود القماش في الألوان الزيتية، دائما الألوان الزيتية فيها كثير من بتمسح فرشتك أو مناديل أو أي حاجة، أوكي؟ أول حاجة أنا أبغى أبدأ أسوي، أنا الحين أبغى أخطط الشيء اللي قدامي. أول حاجة لما أشوفها أبغاها تكون لا صعب الموضوع على نفسي، أنا الآن حكم إنه أبغى أسوي ديمونستريشن سريع لخامة الألوان الزيتية. اقول لك في حد بيسال شيء؟ طيب عشان اقدر اجاوبهم. اوكي نشوف كيف ننزل الصوره دي. طيب ما في مشكله، حنحاول نحطها، انا حوريكم هي الان، ما ادري واضحه لو هذا يعني هذه موجوده، يمكن سعرها يمكن 5 ريال او 3 ريال، موجوده عند مواد البناء، عبارة عن مشرط، المشرط ده ينظفه بالقزاز والأشياء هذه، جدا مرة مفيدة لما أنا أحط لون على القزاز. طبعا القزاز على فكرة تلاقوه، حاولوا يكون يعني واحد عنده دولاب قديم أو طاولة قديمة القزازة حقته ترموها، خذ القزازة حقته تكون سكريت أفضل. السكريت لو حابب أنا أدهنها من وراء بلون رصاصي أو لون أبيض عشان أقدر أشتغل عليها، أو زي ما هي ما في مشكلة، بس القزاز مره مفيد بالمرسم، اوكي سهل التنظيف وسهل العمل. وزي ما قلت لكم حسب طلبكم ان شاء الله حنرسل لكم صور لهذه الاشياء والمواد اللي تكون عندكم، وان شاء الله انا في المستقبل حيكون عندي متجر للعدد هذه، يعني ان شاء الله حبدا اجمعها، لانه انا بحكم معرفتي في هذه الامور بحاول اعرف الفنانين ايش محتاجين، وان شاء الله حيكون أونلاين، يعني أنا بسوي متجر لهذه الأدوات، سواء العدة حقت الرسامين، البلتات القزاز، التولز البسيطة، الفرش الاحترافية، الألوان الاحترافية، بحكم إن أنا شغال في كثير من المجالات الفنية والهوايات، حيكون عندي بعض المواد خاصة أنا حصنعها وأعرضها ليكم ان شاء الله انها توصل لبيوتكم، يعني الواحد يتصل يطلب الطلبيه ونوصل له هي لحد بيته. اوكي نبدا الان نحط الالوان. اول شيء انا بحط اي لون خلاص الان، حتى لما تكون باليتتي ما هي يعني ما هي نظيفه اخذ الالوان الباقيه، لكن هنا انا ححط عشان لسه البليت جديده فبحط اي لون، احط وما يكون لون معين، اي لون يكون شوي غامق عشان ابغى اخطط الان الشيء اللي قدامي. ححط اللون البني هذا اللي هو اللون يعني البني المحروق، انا احب هذا اللون دائما استخدمه في التعتيق وفي الاشياء هذه. اوكي خلينا نشوف انه مو ضعف من اسمه رو امبر اللي هو هذا اللون الرو امبر، عاده اي لون ينفع بس الرو امبر حلو، اللي هو رقمه 35 اسمه رو امبر، هذا دائما انا استخدمه كثير، اكثر 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 لون استخدمه يعني اوكي في التاسيس او حاجه، او حتى ممكن احط ازرق احط اي لون ثاني، اهم مو شرط اللون، مو شرط اللي حخطط فيه لانه هذا تخطيط، وعاده زمان انا كنت اخطط بالقلم الرصاص وكنت اخطط بالفحم، لكن الحين في الاونه الاخيره لا خلاص لقيت انه اجمل انه انا انطلق كده عشوائي شوي، اخطط بالفرشه على طول دايركت، وهذا يخليك متمكن من من من, من انك تقدر ترسم الشيء قدامك، لانه ابغى ابسط الموضوع انا ما ابغى صعبه. فحطت مجموعه الوان هنا عندي موف بنفسجي ما استخدمه كثير، ابغى اخطط فيه. اوكي لسه ما حطيت، انا احاول اشتغل بليميتد باليت، يعني الالوان كلها تتركب من ثلاث الوان، الاصفر والاحمر والازرق، بالإضافة إلى الألوان المحايدة اللي هي الأبيض والأسود، ما أستخدمها أنا إلا في النادر لأنه أنا أعتمد على الباك جراوند. أول شيء أول حاجة أنا لازم أفرد لون عشان أكسر البياض، هذا لازم أفرد أي لون عشان أكسر البياض، البياض ده مو عاجبني على فكرة، ينفع كثير فرش حقت الطبخ هذه تنفع لها، حقون اللي يسووا الكيك وحطوا
مره جميله هذه الفرشة، بستخدمها كثير. طبعا في انواع كويسه بشعر طبيعي، في انواع لا تكون بالبلاستيك او شيء زي كذا. طبعا لما انا ابغى احط اي لون ابغى احط، لازم في البدايه احط لينسيد اويل، شويه زيت بذره الكتان لينسيد اويل، ولون من الالوان هذه، عشان ابغى اكسر البياض حق اللوحه، ما ابغاها بيضه كذا. طبعا ازود اللينسيد اويل وازود شويه تينر عشان يفرد معايا، عشان نكسر الحده حقت البياض هذه. اوكي، وهذه ميزه الفرشه دي، انها تفرد لون معاك سريع على طول، لان مساحتها كبيره، وفي نفس الوقت ما هي فرشه بويه، بس تفرد مره جميله في فردها للالوان، جدا ومتوفره. بس مو حاولوا تاخذوا اللي هي الفرش اللي تكون يعني هي بتستخدم بالاكل، بيحطوا فيها طبقه وش البيض على اكيد كلكم تعرفوها، بيستخدموها في الاكل كثير. في نوعيات كويسه وفي نوعيات يعني تعبانه شويه. فابدا انا ايش اول حاجه افرد لون. ليش انا بسوي كذا؟ اول شيء اني اكسر البياض ده. انا ما ابغى، عاده معظم الفنانين ما يحبوا يرسموا على باك جراوند ابيض، لانه حيتعب في ينسى المنطقه حتكون باينه، وهذا مو حلو. لازم يكون اول شيء احط لون اسفي، عشان كمان القماش يشرب، الكانفاس يشرب، لازم يشرب نسبه من الزيت والتينر عشان يتاسس يشبع بهذه الماده اللي هو، ويكون اساس قوي للوحه. هذه اول مرحله لما ابدا بالالوان الزيتيه، حكم ان الفرشه جديده بتطلع شويه شعيرات، ما في مشكله، ما حتضرني كثير. بعد ما تستخدم فرش البويا العاديه، يعني هذه حلوه في الفينيشنج، لكن برضو بستخدم مات الفرش العاديه حقت البويا بمقاسات الصغيره حقتها. فابدا الحين هذه بحكم انها تساعدني في فرد الالوان. شوف اذا في عندك اي سؤال او حاجه حد يستفسر او شيء زي كذا قبل ما انا افرد اللون هذا الطبقه الاولى دي. اوكي، سؤالكم بيسالوني كيف تاسس الكانفاس. الكانفاس لو انا اخذته جاهز، هم يحطوا عليه طبقه خفيفه، طبقة واحدة أو طبقتين، ما يأسسوا كويس. فأنت لما تأخذه كذا جاهز مشدود، تحط عليه وجهين إلى ثلاثة وجيه جسو. إذا عندك الجسو، مو متوفر الجسو، تروح تأخذ، يعني هذا حكم السر كذا بيني وبينكم، جدا مرة مفيد لأنه رخيص ما يكلف شيء. تروحوا تأخذوا شركة دهانات، أي شركة دهانات محترفة. عندنا ما شاء الله في المملكة عندنا شركة جوتي، شركة سيجما، وشركات معروفة يعني اللي بتسوي بويات، أو الجزيرة، وتأخذ منهم لون أبيض لاتكس، اللي هو أبيض ووتر بيس، أبيض أكريليك يسموه، علبة صغيرة كده، وتحط معاه نسبة غرة. الغرة غرة خشب نوعية ممتازة، مع البوية هذه تقلبهم مع بعض، صار جسو أنت مسوي بنفسك وما يكلفك شيء. يعني يمكن تكلفته كلها ما تزيد عن يعني 30-40 ريال او اكثر حسب العبوه. فهذا انت تاخذها تاسس فيها اللوحات اللي انت تشتريها جاهزه، الا اذا تبي تسوي قماش انت بنفسك وتاسسه من ايه. برضو انا اسس بنفس النظام ده، اروح اخذ لي قماش من هنا من جده، من باب مكه او محلات الشعبيه في المملكه عندنا، مثلا في الحراج او هذا، يبيعوا الاقمشه اللي هي القطنيه، عاده تجي اشكال وانواع، في حبيباته كبيرة، في حبيباته خفيفة، حسب ما تبغى. أوكي، فأنا إيش أسوي لما أفرد اللون؟ أخذ لي قطعة قماش، هذه القماش موجود في أي سوبر ماركت، هو قماش قطني، بيستخدمه في التنظيف جدا مهم، أو قماش تاني، أحطه شوية في الزيت والتنر، وبدل ما أخذ الفرشة لأنه أنا قاعد أسس، أنا ما قاعد أرسم، فحأسس أفرد اللون حتى لو بقطعة القماش، مو شرط بالفرشة. أهم شيء إني أنا أكسر البياض اللي موجود في اللوحة. نرجع للتأسيس، بقول لكم في طريقتين، لو إنه اللوحة جاهزة وكانفاس جاهز، أسسه بالجسو، أو زي ما قلت لكم اللي هو البويا مع غرة خشب، خلاص يتأسس كده، عندك خامة قوية تدي قوة تأسيس قوي للقماش اللي أنت ترسم عليه. إذا والله ما أدري تأخذ الجسو جاهز وخلاص. أنا عادة دائما أحب أرسم على لوحات أنا بسويها بنفسي،
محظين الان يدوبك بس اديت طبقه خفيفه. هذه الطبقه حتفيدني في حاجتين، اولا بعدت لي البياض كامل، ثاني شيء انها خلت القماش يتشبع كده. الالوان اللي حضيفه حتكون جدا صلبه ومتماسكه مع القماش، وحتكون تعيش اكثر من غير لما اشتغلها كده من غير تاسيس. اوكي الحين اسسناها، عاده انا احب اسس كمان بالوان شويه اغمق. زي ما قلت لكم مهم يكون عندك اللي هو سكينه المزج، مزج الالوان مره مهم. سكينه المزج هذه من الاشياء المهمه دائما الفنان اللي يشتغل بالالوان الزيتيه، حمزج الالوان دي. انا ابغى اللون غامق، انا حاسس تاسيس جدا خفيف، ابغى انا احب عاده اسس بالوان غامقه، لانه الزيتي حلو انك تشتغل بالالوان الغامقه بعدين تفتح درجه درجه، لكن الالوان المائيه انت تبدا بالفواتح، انك بتستخدم البياض حق نفس الباك جراوند. انا احب انا احط الوان شويه غامقه عشان اقدر ارسم الشكل قدامي. اوكي احط اي لون، انا زي ما قلت لكم في التاسيس احط اي لون، بس بامزج لون كده شويه غريب، ما له له بني ولا هو اسود ولا هو ازرق، يكون كده شويه لون محايد. احب انا امزج دائما، الواحد يتعلم يمزج الوانه، ومره مهم. وهذه ميزه البليت البزاز او البليت، ايش فائدتها؟ ما اخترعوها كده عبط يعني، الفنانين ما بيستخدموها عبط. الفنانين عاده ما ياخذ من اللون من التيوب ويبدا يرسم على طول، لا لازم يمزج، يطبخ الوانه من هنا، تطلع الوانك الخاصه بك انت كفنان، وتبدا شخصيتك تبان من خلال الوانك اللي انت تاخذها. لما قلت لكم انا لسه عني في مرحله التاسيس، قاعد اسس، ابغى افرد لون كده عشوائي، بس كله ده عشان ابغى اكسر البياض. انا اديت اول طبقه، هذه الطبقه الثانيه خفيفه، عشان هتقول لي دحين انت كده ضيعت التفاصيل. ايوه انا ما رسمت كله دحين مرحله التاسيس، وهذا مره مهم انك تسويه عشان هذه الطريقه الاكاديميه الاحترافيه في كيف انك تبدا ترسم لوحه زيتيه. هذه مرحله مهمه جدا عشان الكانفاس يتشبع باللينسيد اويل، يتشبع بالزيت، وتشبع لازم يتاسس، يصير في له ارضيه حلوه تشتغل عليها، والارضيه متماسكه مع الكانفاس، ما يكون في نوع من الجفاف، تحط اللون كده على كانفاس ناشف ما يطلع حلو. وفي تقنيات تطلع معاك وانت اصلا وانت بتشغال بالمرحله دي، حتعرف يصير في تعارف بينك وبين اللوحه، تعارف كده زي لما واحد اول تشوفه اول مره تاخذ تدي معاه وتعرف هو مين فين ساكن زي كده. انت من تبدا تسوي الحركه دي انت بتتعرف على الكانفاس، المحيط ده صعب، قدامي مربع ايش حسوي فيه؟ طب اتعرف عليه ايش اسمه؟ انت ايش اسمك يا كامبس؟ انا اسمي كامبس. يعني اخذ ودي معاه، وهذه الحركه دي حتخليك وانت قاعد تشخمط. انا ما قاعد ارسم، انا قاعد اشخمط. الشخمطه دي حتعرف انت السطح ده ايش طبيعته، الملمس ايش هو، خشن ناعم، لانه تعرف شركات الكامبس اشكال وانواع. من خلال اني انا اشخبط عليه كده الشخبطه هذه الاوليه، انا هتعرف طبيعه الكانفاس زي ايش هو، خشن ناعم قاسي، مدى استيعابه، مساحه، بحس بالمساحه اللي عندي. يعني هذه كلها تيجي من خلال اللي هي التاسيس، هذه اللي هو انا قاعد اتعرف الان على الكانفاس حقي، انا قاعد اتعرف عليه، اخذ ودي انت فين، مين يقرب لك، فلان ادمي ولا مدري ايش زي كده. شوف ملاحظين، وانا قاعد كمان اشخبط عليه يمين شمال، بشوف ايش تاثيرات تطلع معايا. الباك جراوند يكون يعني له احساس معين. طبعا عادي تقدر تدخل علي وانت، واذا كان احد بيسال ولا شيء اسالني على طول، وانا اشتغل يعني اقدر اوقف كلام. والله شوف انا يعني انا افضل اشوف انه ما تكثر التيلر. التيلر لما نحط مع الـ مع مع الـ مع الاويل واللينسيد اويل يعني يضعف القوام حقه، ممكن يكون ضعيف. يعني ميزه الالوان دي انها تعيش 500 سنه 300 سنه حسب الموقع اللي حافظ فيه. فلما انا اكثر المسرعات الجفاف هذا يضعف من قيمه وقوه اللوحه وتماسكها على مدى الزمن. فنصيحة يعني اللي يبغى يسرع في انه لوحته تنشف،
يحط شويه نسبه بسيطه من الثينر البارد، او في دحين المواد الثانيه هذه زي الليكون، ما الليكون هذه موجوده، بس انا افضل، انا افضل انك لا تستعجل على ان لوحتك تنشف بدري، هذا مو حلو صراحه. انت حتطلع اللينسيد اويل بس اليوم الثاني تلاقيها ناشفه، فما وعلى فكره لو سرعت من 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 نشوفيه الالوان حقتك انت كده بضعفت من عمرها. دائما المواد، انا بحكم شغلي في المواد في في, في المشاريع والمقاولات والهذا، المواد اللي تاخذ وقت في النشفان تعيش اكثر، والمواد اللي تاخذ سرعه في النشفان هذه سريعه التلف وهكذا. فانا يعني انا بقول لكم ما تبغى تنشف بدري، لا لا حاول تزود، لازم اللينسيد اويل، لازم اللي هو بيضة الكتان موجودة، لكن تضيف معها شوية شوية تينر، وهذا حيساعدها في الجفاف. وأفضل أنواع التينر اللي أنا جربته في الرسم صراحة رهيب، بس ما هو متوفر عندنا هنا في السعودية، اللي هو التينر النباتي اللي يجيك ريحته زي الفيكس، كان موجود زمان، الحين ما يعني شفته فأنا لما رحت مصر لقيته هناك يبيعوه في المكتبات العادية، هنا بالنوادر يعني تحصل وتلاقيه. اوكي ملاحظين انا الان فردت اللون، حاسس انه خلاص تعرفت على الكانفاس، عرفت ايش اسمه، كم عمره، فين عايش، فين تربى، وهذا كله عرفته خلاص من خلال الشخبطه دي اللي قاعد اسويها انا في الكانفاس. وفي نفس الوقت قتلت البياض اللي كان موجود، كسرت الرهبه اللي كانت موجوده علي من الكانفاس هذه، لانه دائما الصعوبه للفنان لما يشوف قطعه فاضيه ما هو عارف ايش يسوي فيها. اوكي بعدين ناخذ اي فرشه شويه لينسيد اويل، حتكون طبعا ابدا اشوف الشكل قدامي لما برسمه. حلو يكون المصدر الاضاءه من جهه واحده، ما يكون من كل جهه. هنا انا ابغى ادرب نفسي كيف اني ارسم الالوان الزيتيه. ترى جماعه الخير لا تخافوا، الالوان الزيتيه جدا سهله جدا، يمكن اسهل مما تتخيلوا يعني ببساطه، بس ابغى لها ممارسه. اول حاجه انا عندي كم عنصر هنا، انا نقول واحد اثنين اللي هو القاعدة، ثلاثة اللي هي النبتة، يعني ثلاثة عناصر موجودة عندي. أول شيء دائما لا حط العناصر دي تكون في النص، مرة مو حلو يعني أكاديميا، اللي هو النسبة والتناسب، اللي هو اللي يسموها النسبة الذهبية، ما تكون في النص، يكون في جزء الربع الثالث من اللوحة، يعني هذا نص اللوحة. ما أحط الهدف في نص اللوحة، هنا أحط العمل كله في نص اللوحة. أحاول إنه أميل يا يمين شوية أو شمال شوية، يعني يسار شوية. فهنعتبر الحين قسمت لكم هي نصين، أربعة أنصاف. أوكي لا. كيف نعرف النسبة الذهبية؟ النسبة الذهبية الحين هذا المنتصف، هنا أخذت المنتصف حق اللوحة. طيب هذه نص ونص، النسبة الذهبية كيف تبان؟ اللي هي الثلث، نقسم لوحتك الى ثلاثة اجزاء متساوية، هذا جزء وهذا جزء. اوكي صارت ثلاثة اجزاء، الشكل يكون يا على الجزء هذا او على الجزء هذا، ما يكون في النص. اوكي فهو ياخذ يمين شوية او يسار شوية. اوكي انا بحكم انه انا خلاص هذه المفروض تسويها من غير ما تقعد كذا يعني تعب نفسك، تصير كذا تلقائي. الحين بما ان عندي ثلاث عناصر بكل بساطه، ما ادخلكم في الصعوبه، لانه هذه اللي الناس في مرحله اكاديميه متقدمه، ان شاء الله حنزلها باذن الله، اللي هو الدورات المتقدمه للمحترفين ان شاء الله، حبدا اسويها قريب ان شاء الله حسب ما يسعفنا الوقت. قديش عندنا وقت؟ اوكي اول عنصر ده، انا هذا العنصر عشان ارسمه، هو الحين شكله كده بيضاوي، ما ادري واضح في الكاميرا، واضح الشكل اللي برسمه، ما ارسمه على طول، ابدا افصل الغطاء وافصل العنق حق الفخار مره غلط. هذا الموضوع جدا ما هو احترافي. اول حاجه احطه، هذا يسهل لكم الموضوع، حط المجسم ده كله، هذا كله من القاعده لين فوق، بما انه انا اعتبره انه قطعتين. اوكي اول شيء الجره احطها انا في صندوق مستطيل، هي يعني انا لو حطيت صندوق حتيجي هي تقريبا شكلها مستطيل، هذا هو الصندوق المستطيل. اوكي سوينا قسمنا الاشكال اللي قدامنا الى اشكال هندسيه بحته، طبعا هو عباره عن صندوق مستطيل، هذا طوله، في صندوق تحت قاعده مربعه تقريبا زي كذا،
اوكي عندي ال البازه هذه الصغيره اللي فوقها مويه والنبته طالعه منها، احطها انا في 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 شكل دائري. اوكي ليش؟ من هنا انا بديت احس بالبعد، حسيت انه هذه البازه حقت المويه قريبه مني، وهذا وراء هنا حسيت النسب صحيحه من خلال اني انا حطيت ده في شكل بيضاوي او دائري كوره، مع انه هو مو كوره هنا، بس انا حطيته بشكل هندسي كور كروي. لما اسوي الاشكال دي سهل علي اني اعرف مشاكلي واعرف اغلاطي في البعد والابعاد وفي توازن اللوحه. اللوحه فين موجوده؟ موجوده صح منطقه صحيحه ولا موجوده خطا؟ انا ملاحظ انه من خلال التقسيمه هذه انه والله لا، انا حاسس انه انا صغرت الجره اللي ابغاها هي العنصر الاساسي في الموضوع، او نسبه الجره صغر عن حقه المويه او حقه النبته. اوكي في غلط عندي، خلاص خليني اعدل الغلط ده، مو شرط اني امسح، انا على طول اكبر المستطيل حق اكبر مستطيل الجره اللي هي مشربيه حقه المويه اوكي عشان تتناسب مع هذه، وهذا تقريبا نسبتها بالنسبه لهذه صح. فهذا جوت مستطيل، هذا مستطيل واحد نقول عليه واحد، هذا مستطيل اثنين اوكي، وهذا دائره ثلاثه. هذه الثلاثه اشياء موجوده عندي، ثلاثه عناصر اللي هي الجره، القاعده حقت الجره، والفازه حقت النبات. هذه هنا ملاحظين الشغل كله جاي في الجنب، ما هو جاي في النص، جاي في الجنب، وهذه نسبة ممتازة ومقبولة ومعقولة. أوكي أراعي أنه أنا هذه العناصر اللي برسمها، النباتات طلعت شوية بانت بعض الأوراق ما عندي مشكلة، أهم شيء أنه أنا والله أسست وأحس أنه العناصر اللي سويتها في المساحة دي نسبتها كويسة. من هنا أنت تعرف حاجتين من خلال التخطيط هذا، أول شيء يسهل لك المجسم الشغل اللي هترسمها، يبسطها. تخيل ما حد من مثلا هذا الشكل، هذا نحطه جوه ايش؟ شكل مستطيل او ماسوره على قولهم اللي هي ماسوره مخروطه، هذا مستطيل ببساطه يعني. مثلا هذا نحطه جوه مثلث، كل شكل لو حكرته يجي فصل شكل هندسي. اوكي الحين انا بسطت لنفسي، عرفت انه انا نسبتي كويسه. الان الفازه جايه هنا، القاعده جايه هنا، ممتاز. ولاحظين في بعد ما بين هذه وهذه، في بعد هنا وبعد هنا، البعد مضبوط. انا بحكم اني انا متمرس في هذا الموضوع على طول جت معي، بس في ناس حتلاقيهم تخربطوا، ما سوى لكم العنصر صغير في وسط اللوحه وبعدين يضبطه ويتعب في النهايه تطلع مره ما فيها نسبه تناسب وما فيها جماليات صراحه، ويضيع وقته على الفاضي. فأول شيء أكاديميا أنا بتكلم اللي هي أفضل طريقة يعني إنك تشتغل تأسس نفسك صح، هذا التأسيس صح. أوكي خلاص سوينا المستطيل، سوينا هذا، الحين نبدأ نفصل. كيف نفصل؟ عندنا هذا البازة، عندنا الشكل البيضاوي، هذا جاي هنا نرسم زي الشكل البيضاوي، وأنسى خلاص أنسى التخطيطات الأولانية هذه، حسوي شكل بيضاوي هنا. أوكي كل بساطه، الا انا شفت ما حطيت الوان، انا بستخدم نفس الالوان اللي انا اسست فيها. هنا الشكل البيضاوي تقريبا شكله بيضاوي ممطوط شويه، سبحان الله جميله المشربيه السعوديه هذه، يعني كل بلد عربي عندنا ما شاء الله اشكال وانواع من المشربيات حقت المويه. اوكي وهذه انا عجبتني عشانها من المدينه صراحه، وانا من المدينه فأنا أعشق الأشياء من المدينة صراحة. أوكي سويت شكل بيضاوي اللي هو هذا القاعدة اللي هي شكل ده لحاله. الآن أنا شغال بس فين؟ في المشربية. لاحظين ما دخلت ألوان، أنا قاعد أخطط مرحلة التخطيط، مهم التخطيط يكون يعني كويس. نسبة هذه البيضاوي عن العنق حقه، هنا لما تشوف الفنانين يستخدموا يدهم كده، لاحظين هو بيقيس نسبة ده عن ده، نسبة ده عن ده تقريبا جاي هذا نسبته قد عرض هذا. وابدا انا اخذ يعني انا لما قست هذا قست الجره عرضها تقريبا مسافه الحديده هذه،
طيب طول العنق تقريبا جاي بقد هذه، فابدا ايش اكون قريب بنسبه معقوله، طبعا ما هي اكيوريت مليون في الميه ولكنها قريبه من الشيء اللي احنا نبغاه. هذا العنق حق الشربه، العنق حق الشربه احط برضو اقسمه لمربع هندسي اول، لسه على ماني داخل في المنظور بحكم انه شكل اسطواني، فابدا انا امشي دحين بعيني بشكل اسطواني، ومن هنا في اشياء ما هي باينه ما في داعي الان. تقريبا هذا الشكل مبدئيا للشربه هذه، اوكي عرفنا. وهنا عندنا الغطاء حقها جاي في المنطقه هذه تقريبا، بعدين لسه ما دخلنا في الموضوع الان، الميلان حقه تقريبا جاي ميلة خفيفة كده، ميلة خفيفة كده تقريبا. الشربة خلاص خططناها، عرفنا محلها وقاسها وكل شيء، لسه هذا مو الفاينل، هذا بس إحساس إنه الشربة جاي كده. وأبدأ مو دحين أبدأ أفصل بعد ما أضبط الأمور كلها. هنا عندي القاعدة، خلاص أجي للقاعدة حقته، وحين طلع جوا مربع أول أو مكعب، أبدأ إيش أفصل القاعدة كيف شكلها وكيف جاية هنا. ايش في عندنا مشكله في البث؟ زي ما قلت لكم ان شاء الله هذه بس دوره كده ابتدائيه لتجربه عمل الدورات اونلاين. ان شاء الله وباذن الله قريب حننزل دورات احترافيه في مختلف انواع الفنون، وبالذات الالوان المختلفه، سواء الووتر كلر، الباستيل، الاويل باستيل، الووتر، السوفت باستيل، البيبر ماشي، كل الاشياء اللي عندنا خبره فيها وربنا اعطانا معلومات فيها نبغى ان شاء الله ننزل فيها دورات. بالاضافه انه حتكون عندنا دورات احترافيه في الرسم على الجدران، لانه هذا بحكم عملي وهذا اكل عيشي، ابغى اعلمكم هو صراحه كيف ترسم، كيف انت تسوي ديكوراتك في بيتك، كيف انت عندك باب قديم كيف تخليه تحفه من التحف، بما انت عندك موهبه طب ليه ما تعلم؟ وما يبغانا تكون محترف، بس يبغاها تقنيات وستيجز. بدل ما اروح انا اجيب لي واحد رسام ياخذ مني مبلغ وقدره، يعني عارفه، مع انه انا صراحه تعلمت من كثير من الفنانين الفلبينيين ما في احد اللي تعلمت منه، كلهم والنعم فيهم. انا بتكلم انه الواحد بدل ما يجيب له رسام يرسم له في بيته وياخذ بالمتر المربع 1000 2000 ريال او 3000 ريال على الساعه وهكذا، انت الرسم مره غالي، انت بنفسك سوي دار رسم في بيتك. وهذا الشيء حقدمه ان شاء الله قريب من خلال تابعونا على الدورات اللي هتنزل ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. هنا حبدا افصل الفازه حقت المويه هذه، لاحظين تفصيل مبدئي سريع. انا شايف انا بما ان حكم انا بشوفها من فوق، فانا شايف الوش حقها من فوق جاي كده، لانه انا شايفها من ارتفاع مو بالزاويه. وحلو انك يعني تشتغل انت واقف تدي اكشن اكثر، ممكن تشتغل انت جالس بس انا حاسس الجلسه ما منها فائده، بالعكس لما اكون متمكن اكثر لما اشتغل وانا واقف. فحجرب، وبعدين هذه رياضه، انت رياضه تمارسها في بيتك، الوقوف والحركه الروحه والجيه هذه بتساعدك في انك يعني مفصلاتك تكون مرتاحه. الجلسه دائما متعبه يا جماعه الخير، تتعب الظهر، تتعب هذا. انا تفضل ايوه عادي كيف ايش الالوان اللي حتستخدمها على الورق؟ ايش الالوان؟ هل الوان زيتيه ما ينفع على ورق الا بطريقه معينه؟ يعني مثلا تبغى ترسم على كام على ورق بالالوان الزيتيه ممكن، بس بحركه معينه لازم اول تشد الورق تبلبل بمويه، جيب ابلكاش من نوع الورق المتين كمان اللي هو سماكته عاليه، تبلش بشو بالمويه تلفه حوالين الابلكاش وتدبس. وهذا ان شاء الله في محاضره الالوان المائيه المجانيه حنتكلم عنها، اوكي ان شاء الله. بعدين بعد تشد الورق بعدين تدهنه طبقه لينسيد اويل او ماده غرويه او عشان توقف المسام، لانه الورق يسحب
الليكويد يسحب الليكويد بذات التينر والالوان الزيتيه يشفطها كده ويبوش، وهذا ما ينفع الا اذا اسستها بالطريقه هذه، وشفت الفنانين بيرسم على ورق، لكن لازم يتاسس بطريقه معينه، وهذه مو انا اعلمكم على الطريقه دي ان شاء الله قدام. اذا تبغى تستخدم ورق في الرسم بالالوان الزيتيه لازم تتاسس صح، او يتعمل عليها طبقه لينسيد اويل وتسيبوها تنشف، بعدين تقدر ترسم عليها بال يعني اسسوها بالزيت مره ومرتين لما تصير جاهزه انك ترسم عليها بالالوان الزيتيه. اما بترسم عليها بالووتر كلر بالكريك ما عندك مشكله، لان هي اصلا الورق ينفع مع هذا الموضوع. طيب وصلنا احنا الحين مرحله خلاص الجره حقتنا هنا، الغطاء حقنا هنا، نبدا تقريبا في سؤال ايش هو؟ بوية ايش التأسيس؟ الجسو. طبعا الجسو موجود في المكتبات، ادوات الرسم والاشياء موجود الجسو. الجسو مادة معروفة يستخدموها في التأسيس، هو مادة اكريليك اسمها جسو، تجي في علب لونها ابيض. اذا ما حصلتها استخدم بوية، زي ما قلت لكم بوية من شركة ممتازة، سواء شركة عندنا في السعودية هنا شركات البويا معروفة، جوتن، هامبل، سيجما، الجزيرة، لون أبيض، أبيض سيمي جلوس، سيمي جلوس اللي هو ربع لمعة أو نص لمعة، أوكي؟ ووتر بيس اللي هو مائي، يعني مائي ما هو زيتي، مائي، بويا، بويا بلاستيك، ربع لمعة، مائي، أوكي؟ بلاستيك دائماً يوم يقول بلاستيك يقول يعني مائي، أوكي؟ زيتي غير، ما تأسس بالزيتي، تأسس باللون مائي ربع لمعة. اوكي تحط معاه شويه غرا خشب عشان يقويه يخليه اصلب حتى من الجسو اللي بنشتريه في السوق. طبعا قلت لكم في لوحات عالميه مرسومه على الخشب، لوحات سلفادور دالي، الموناليزا اشهر اللوحات في العالم مرسومه على خشب على بلاكاش، ينفع. او بس خذ الخشب صنفره الواجهه تصنفر صح تضبط صح، بعدين نحط عليها الجسو او نحط عليها زي ما قلت لكم طبقه معجون كويس عشان يصير سطح ناعم، او ما تنعمها برضه ما في مشكله، بس لازم تاسس صح، بعدين تشتغل عليها بالالوان الزيتيه مره ممتازه للالوان الزيتيه. وانا بس قلت ما قلت لكم بستخدمها كثير الرسم على البلاكاش والالوان واللوحات الخشب. لا الجسو انواع طبعا، هو نوع واحد بس الجسو النوعيه الممتازه هو اللي يجيك لونه ابيض كده في علب كبيره، ما ادري حق الديكوباج، بس انا اعتقد كل واحد هو عباره عن لون اكريليك بس تخين شويه ولونه ابيض. اوكي هذا هو الجسو اللي موجود في السوق. ابدا افصل شويه بعض الاوراق هنا، خلاص الان انا تقريبا اسست اللي انا شايفه، كل شيء الحين اتاسس. الحين ايش ابدا؟ دائما لما ابدا خلاص انا عرفت الشكل خلاص واضح عندي كل شيء تمام، هبدا اسوي اللي هو طبعا المحاضره ما تكفي، الالوان الزيتيه علم حلو صراحه، واعتقد بما انه كم دقيقه باقي عندنا؟ اوكي؟ انا خايف الوقت ما يكفينا، لكن يعني احاول ان قدر الامكان اديكم اكبر معلومه ممكنه. اوكي انا المرحله هذه خلاص انت كفيني كتخطيط، عرفت كل شيء، مو شرط اني افصل كل ورقه وهذه هنا وهذه هنا، لا انا خلاص انا عرفت انه هنا عندي ورقه، هنا عندي تداخلات اوراق معينه في بعض، نبتات داخله في بعض، هنا عندي ورقتين داخلين في بعض. انا قلت لكم انا ماني كاميرا، انا فنان بنقول شكل قدامي. اوكي خلاص تقريبا لو انا بعد اشوف اذا كان عندي عيوب او 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 اغلاط معينه، ابدا بالفرشه هذه الثانيه ابدا اشيل وانزل شويه، يمكن اقدر امسح مره ثانيه هذه المكعب اللي انا مشيت عليه اول، تذكروا المكعبات الهندسيه اللي كنا حاطينها عشان يبدا يوضح عندنا الشكل. بعدين انا ممكن استخدم خرق نفس القماشه هذه اللي اشتغلت فيها اول، ابدا اشيل عشان اطلع الاماكن الفاتحه عندي، ازيح اللون بما انه اللون لسه طري. طبعا
في انواع من الاقمشه الواحد يستخدمها في هذا الشيء، اللي هو اقمشه القطنيه افضل حاجه. ابغى اديني قماش من هذا، اشوف نوع، اشوف الباكستاني قماش، اعطيني وصله، شوف المقص هناك اقص لي وصله صغيره. اوكي سوري، انا ما القماش، لانه في اقمشه قطنيه هذا وبرته عاليه، هذا اللي بيستخدم اللي هو قماش الماني، ولكن حلو بفرد اللون، لكن مو حلو في ازاحه اللون، يطلع شعيرات خاصة ما يكون الكامبس ما هو ما خشن شوي. فأنا أبغى أزيح منه، أبدأ أنا الحين ما استخدمت ألوان، أنا قاعد أستخدم الباك جراوند اللي موجود عندي، لأنه الأرضية بيضة، أبدأ أشوف ألواني هنا صحيحة بالطريقة هذه، أشوف هنا عندي إضاءة، هاخد أزيح، عملت إزاحة لون. لاحظين كيف أزحنا اللون، بدا يطلع عندي الشكل بطريقه معينه. ايوه شكرا. في قماش زي كذا قطني خفيف، هذا قماش صناعه باكستانيه حلوه، موجود في مواد البناء، جدا خفيف زي الشاش يسموه، يستخدمه في اشياء كثير، وهذا مره ممتازه في الازاحه، ما يطلع شعر. ابدا اشيل لون، لاحظين انا شلت هنا شويه، شلت هنا شويه، هنا طبعا ترى احساس، انا ما قاعد ارسم فرشه الا الان، ما استخدمت الفرشه الا بس عشان تخطيط سريع. هنا عندي طبعا لما الخرقه تتعبى لون اغير محلها، وعشان ابغى اسحب لون، انا ابغى 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 اشوف الاضاءه حقتي فين جايه. هنا عندي اضاءه قويه جايه، هنا عندي اضاءه قويه جايه اللي هي القاعده حقت الجره هذه او الشربه. هنا عندي القزازة فيها شوية إضاءة كمان، هنا عندي الـ 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 الورقة، ورقة الشجر أو ورقة النبتة شوية فاتحة، لأنه أنا حاطط باك جراوند قطيفة أسود عشان الشكل يبان معايا صحيح. أوكي الموضوع مظبوط، الإضاءة حلوة جاية بشكل حلو مرتب، مو شرط افصل، انا ابغى اعيش اجوائي اقدر، لكن عندنا عشان الوقت عندنا قرصنا شويه، فما ابغى ابغى ادخل في اللوحه على طول، عشان تعرف ان اللوحه الالوان الزيتيه جدا سهله، ما يبغى لها ديك الصعوبه. الان ابغى اكون لون غامق، طبعا مو شرط احط اسود، اللي شايفه اسود احط اسود لا ما ينفع، انا احط درجه غامقه، مزيج ما بين الازرق الغامق البني الغامق، احط مزيج من الالوان هذه. يعني مثلا عندي لون يعني ابعد عن الاسود، الاسود اخليه اخر شيء، ما استخدم الاسود الا في النوادر يعني، بس ابغى اخذ لون غامق، عندي لون ازرق هنا غريب او اخذه من الالوان القديمه عندي. اوكي اخذ منه، هو ازرق غامق، اخذ منه كميه حلوه كده. اوكي هو اصلا اللي شوفه لما ينعصر يبان اسود، يعني لو تلاحظوا باين اسود، هو مو اسود، هو ازرق غامق جدا، بس انه لا ابعد عن ايش الالوان الاسود، الاسود لون محايد ما استخدمه. دحين حنبدا ايش، نبدا نلون، خلاص اسسنا اللوحه، نعرف كل شيء، بس ملاحظين ما في تفاصيل، تفاصيل ما تجي، لان انا ما ابغى تفاصيل تبان، انا ابغى ادي احساس اللوحه. هنا الرسم الالوان الزيتيه باسلوب تاثيري، مش باسلوب يسموه اللي هو رياليزم. انا رياليزم في ناس عباقره في اللي هو الرسم بحاجه تيبيكال، لكن انا اعشق الضربات اللي فيها حركه، فيها اكشن، فيها دراما. اوكي انا الان خلطت لون غامق، وما هو ما هو اسود طبعا، حطيت لون ازرق غامق، حطيت معاه شويه بنفسجي غامق، حطيت معاه شويه بني. اوكي مجموعه عشان انا ابغى لون غامق، فما شرط اني اجيب الغامق ده اجيبه من الاسود او ازرق، لا ممكن اجيب اي لون ثاني اللي شايفه اسود، لكن انا ما احط اسود، الاسود ما استخدمه الا في النادر في الشديد القوي على قولهم. ابدا اخلط الواني صح، لو تلاحظوا في هذا تخليط الالوان جدا مهم. مخصوم عليك اليوم، مخصوم عليك اليوم. بعدين اقول لك عادي.
الاحتفال بالكورونا تأسيس ليش القماش ويتمسح بسهولة كيف لأنه أصلاً اللوحة بيسألوني كيف تمسح سهل لأنه أوريدي اللوحة بيضة ولو أسستها أنا على فكرة اليوم ما أسستها بجسو لأنه ما عندي وقت يدوبك الحق للمحاضرة لو تأسست بجسو حتى المسح يكون أسهل كثير فأنت أوريدي الألوان طرية وحطيت لون غامق وتبدأ تشيل منه على طول يبدأ يظهر معك اللون حق الكامبس هذا لون الكامبس اللي باين أوكي الديكوباج بيستخدموا غرا ورق نوع من انواع غرا الورق اوكي دحين نبغى نلون اوكي اول شيء قاعد اكون احد يقدر يجيب لي الكاميرا هنا عشان اوريهم ايش الالوان اللي حكونها يعني تقرب الكاميرا عند هذا عشان اقدر اشرح لهم ايش اللون اللي كونته انا اوكي هو بس قرب على الـ على الـ على البلتة اوكي شايفين هذا الان لون الباك جراوند كونته خلاص هذا انا حسوي لي الباك جراوند انا حبدا ببلتة يسموها ليميتد باليت اللي هو الالوان معروفه ما غيرها الوان اساسيه اللون الاحمر واللون الازرق اللي هي تخرج من كلها كل الوان الدنيا يعني تخرج من ثلاث الوان هذه احمر وازرق هذا ليميتد باليت فهو عندي لون احمر والازرق عندي وباقي ايش الاصفر كلون يعتبر من الالوان البيس الاساسيه اللون الاصفر اوكي هذه الليميتد باليت يسموها لون اخضر طلع ايش لون اخضر سوري هذا اللون أصفر هذه الثلاثة ألوان هي الأساس طلع منها كل ألوان الدنيا بس عادة هذه الألوان اللي أنا أشتغل فيها طبعا أنا حضيف كمان الأبيض عشان أحتاجه حضيف الأسود برضو إذا احتجت منه حاجة فالاثنين دول حضيفهم أوكي. أرص بلد زي ما تشوفين أرص أحاول أن أبعد الأبيض في منطقة بعيدة شوية عشان ايش انا ما احتاج منه الا كميه بسيطه وخلاص رجع الكاميرا زي ما كانت اوكي ابدا انظف المنطقه هذه وابدا اخذ الان اول شيء ابدا فيه في اللوحه ابعد نقطه في اللوحه ايش ابعد نقطه في اللوحه عندي هنا ممكن احمد مناديل هذيك شايفها الخفيفه مناديل فوق الرول ايوه ابعد نقطه عندي اللي هو الباك جراوند اللي هو ابعد نقطه يعني ايش قريب بالنسبه لي الورقه دي البازه دي هذا اللي ابعد اللي هناك لما نبدا نفس الشيء اللاندسكيب ابعد نقطه اللي هي السماء بعدين الجبال بعدين هكذا فدائما انا في الالوان الزيتيه كنظره اكاديميه افضل شيء انك تبدا بابعد نقطه بعدين تبدا تقرب شويه حبدا الون ابعد نقطه طبعا الان احنا في مرحله الالوان التاسيسيه هذه كلها الوان تاسيسيه لسه ما هي الفاينل هنا احاول اني ابعد عن استخدام التينر تماما يا دوبك لون اذا احتاج شويه لينسيد اويل ما في مشكله لكن ما استخدم الالوان اللينسيد اويل كثير ونبدا نشتغل بفرش اللي هي البريسل براش هذه اللي اقول لكم عليها الممتازه وتقدر برضو فكره عود نفسك كمان تستخدم فرش عريضه لا تستخدم فرش الصغيره الفرش الصغيره ما تحرمك من بعض اللمسات الجميله فاستخدم فرش عريضة كده يعني تكون عريضة عشان تدي تأثيرات حلوة جميلة يعني في الشغل فأنا الحين أول حاجة حسويها هأسس الباك جراوند حق اللوحة حقتنا زي ما قلت لكم الآن خلاص التينر صار بس للتنظيف ما حستخدمه في التلوين أبدأ لاحظين شوية حاسس إنه اللون مرة مزرق أنا شايفه كده ما أدري بالكاميرا أنتوا شايفينه إيش لونه على أزرق لا ما عجبني خليني أضبطه أكثر أحط عليه شوية لون يكسره شوية لأن يكسر الزرق أنا ما أبغى أزرق هو الملون أزرق أحط لون يكسر الزرق ده اللي عندي أضيف عليه شوية ممكن أحط له أسود عشان يكسر الزرق اللي أنا ما أبغى أزرق مبين هنا أزرق يعني أزرق كحلي وهو هنا لونه أسود قدر الامكان ابعد عن الازرق قلت لكم الاسود نستخدمه
الى حد ما بكميه بسيطه بحكم ان انا حاطط هنا الباك جراوند القطيفه القماش لون اسود، فانا ابغى اوصل اسود بس مش الاسود الكحول الاسود اللي هو الصريح، لا احاول اسوي امزج اسود بطريقتي اوكي، وهذا يعتبر لون محايد. بس انا انه ما عجبني الزراق اللي موجود في اللوحه، من هنا احط واجرب الالوان حقت ايش اللي يضبط، من هنا شخصيتك تبان في اللوحه. وعلى فكره ما قلت لكم استخدموا فرش كبيره في المرحله هذه، لا تستخدموا فرش صغيره. هاخذ شويه من اللون هذا اللي اسسناه الان، يعني لاحظ انه حاجه حلوه اللون ده مش بطال، اقدر احط شويه مره نسبه التينر جدا قليله. بس الان ابدا ظاهر بحكم انه انا ابغى خلاص ابدا ادخل مرحله التلوين. الان انا حابدا اشتغل في الباك جراوند اللي هو البعيد، ابعد شيء نقطه عندي. من هنا عندك الشكل اللي يضبط مرحلتين، من الخارج للداخل وبعدين من الداخل للخارج، وهكذا تلعب فيه يمين شمال، تبدا ايش تبدا تاسس الباك جراوند الغامق. شفت ميزة الفرشة العريضة تفرد معاك بسرعة. كله هنا معمول باللون الغامق، ولا خاف الواحد ليه يخاف من الألوان، خلي الألوان تخاف منه وانت لا تخاف من الألوان. كم عدد اللي معانا في المحاضرة؟ ما شاء الله لاحظين انا الان بديت ادخل في الـ في الـ في الباك جراوند، خلاص هنا انا حددت اوريدي العناصر اللي عندي تحددت، فابدا انا تقريبا يعني حتى برضه مو الفاينل، بس ابدا اخش باللون هذا من الخارج للداخل عشان خلاص اوريدي شكله تحدد عندي، واكون شويه جريء يعني ما اخاف من اللون عادي. اللون جاء كده علي ايش المشكله؟ مديني تاثير، ما اخاف، خليه حلو يديك تأثير حلو. بما انه الوان زيتيه عندك حاجه من اثنين، ابدا لا تضيف الابيض في المراحل الاولى، مرحله التاسيس ما يستخدموا الابيض ابدا. انت تقدر تستخدم عمليه ازاحه انك تشيل بالبلديل او بالقطنه او يعني تحط شويه تينر وتشيله وتمسحه وتخففه، بس انك تستخدم ابيض في المرحله الاولى في مرحله التاسيس لا ما ينفع. لا تستخدم ابيض ابدا في المراحل الاولى مرحله التاسيس، زي اللي مثلا يبغى يسوي عماره يروح اول ما يبدا يشتغل قبل ما يبدا في العظم يشتغل في السباكه، ينفع؟ ما ينفع. ايش نفس الشيء اللي هو كل ما كانت انواع مليانه في السوق، بس افضل انواع اللي هي الانواع اللي تكون اصليه احترافيه، لكن ممكن تستخدم يعني جودتها تبان من سعرها صراحة. في وينسون نيوتن عندكم أنواع، في أنواع فرنسية، كل ما كانت جودة الألوان الزيتية كويسة كل ما كان أفضل حاجة. عندنا هنا في المملكة متوفر عندنا وينسون نيوتن، هذه نوعية يعني ممتازة، شوفوها من أفضل الأنواع، هذه موجودة عندنا وتعتبر ما هي المحترفين مرة للوسط بس جدا جميلة. انا الان بديت اشتغل من الاماكن الغامقه اللي انا شايفها، ولا وبعدين اغبش عيني اشوف فين الغمقان. هنا عندي كله غمقان، هذا كله غامق، في هنا ورقه ما سويت طز، ما عادي ما ما ما, ما مش هتسويها دحين، بعدين حتبان معايا في التاثير، بس انا حاسس انه في غلط عندي. الورقه هذه لاصقه شويه جنب هذا، فانا ممكن ارحلها في المنطقه هذه عادي. انا اخذ قطعه قماشه اطمس المنطقه دي بالكامل اوكي، بما انه الورقه جايه لاصقه في الجار هذا او في الجره، هبدا ان ازيح بالقماشه دي انه هنا في ورقه عندي، في ورقه الشجره او النبته هنا باينه اوكي. خلاص هنا عندي انا ورقه النبته، غيرت محلها في المنطقه هذه، هنا عندي ورقه وهنا عندي ورقه داخله على هذه، خلاص الان انا بحدد اشكال مبسطه
او شكل هذه الجره مبسطه. هنا القاعده ما هي باينه كثير، هبدا اشيل منها وابدا كده اضبط وانا بشتغل، اضبط في الشكل، في الجره، في الارتفاعات، ابدا افصل اكثر في المرحله هذه. هنا عندي الغطاء حق هذا جاي حق شرب كبير طويل شويه، ولا اخاف برضو لسه. انا الان انا في مرحله تاسيس اللوحه، الى هذا كله مرحلة، لسه ما دخلنا المرحله حقت التشطيب. بحكم انه انا هنا عندي سواد سواد سواد، فانا ابغى ادخل شويه في المنطقه هذه، ابغى الغي النباتات، لانه هنا منطقه كلها غامقه. خليني بعدين انا اخطط النباتات على الباك جراوند، حلغيها، حلغي التخطيط، بس انا عارف فين موقعها دحين. متعة الرسم صراحة، جدا ممتع. وأخلي عندي عادي، أنا ممكن أستخدم التينر شوية عشان يسرع النشفان، وبالمرات أنا حب إنه الضربات تيجي شوية عشوائية. هنا ميزة إنك تستخدم فرش غريبة، إنه تجيك ضربات عشوائية جميلة تطلع معاك وأنت قاعد تشتغل. زي أنا عجبتني هذه الضربة، حبيبها، ما أشيلها، خليها شكلها يطلع مرة حلو. وأجرب أسوي كده شوية، يعني ما خاف أتجرأ شوية على الألوان، لأنه بمات الواحد التنميق الزائد يضعف من قيمة اللوحة، يضعف من جمالياتها، ودائما تبعد، دائما تبعد. شوف أنا لاحظت إنه عندي عيب في 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 الجرة من هنا، أبدأ أضبطها، يعني أضبطها بالفرشة، يعني أزيح، لأنه لازالت اللوحة عندي طرية. هذه تكبر شوية من هنا. عندي الأوراق في المنطقة هذه، ملاحظين أنا قاعد أسوي الأوراق بشكل عشوائي، إنه هنا عندي ورقة، هنا عندي ورقة، بس أفرق مع محلها بالخرقة، إنه هنا عندي ورقة. أنا حاسس إنه أنا كبرت شوية الفازة حقت اللي فيها الموية حقت النبتة، فأبدأ أوزنها أضبطها شوية. دائما لازم تبعد شويه، لازم تبعد عن الرسمه وتشوف. ومو حلو انك تسوي لاين، لا تقعد تنمق تسوي خط مظبوط، لا خليه يجي كده، خليه ما له نهايه. مو حلو ان انا خليه يطلع عشوائي، ما له انه يكون في اكشن. هذا الاكشن اللي بتكلم عنه في اللوحات التاثيريه مره ممتع صراحه، يديك قوه في لوحتك. دائما لما تبعد تغبش عينك، شوف كذا، شوف ايش الاحساس، في شيء عندك عيوب في النسبه والتناسب. عندي هنا شويه ابغى افتح اكثر، منطقتي شويه فاتحه مثل الجره. عندي هنا كمان نقطه كذا واضحه انها بيضه اكثر من في القاعده حقت الهذا، هنا عندي بيض اكثر زايد، فانا ابيضه زياده. لاحظين بقع لونيه، ما الى ما انت شايف تحديد، لسه مرحله التحديد ما حندخل للحين. الورقه هنا مره، يمكن لو تلاحظوا يمكن الورقه الاخضر واضح انه فاتح جدا، فانا حفتح المنطقه حتى انه في ورقه، وهنا في ورقه. اوكي تقريبا هنا عندي ورقه، هنا عندي ورقه، بس احدد تقريبا محلها، مو بالملي. ما قاعد اشتغل انا مهندس معماري او شيء زي كذا، انا قاعد ارسم، قاعد استمتع في الرسمه، بطلع اجمل شيء شايفه في اللوحه هذه، يعني اجمل شيء انا شايفه. بعدين لما اجي ابغى اشيل مثلا نقطه خط العروق حقته هنا، يمكن اللي باين
اللي باين ال اللي هو السيقان حقه النبته هنا عندي ساق باين هنا، حطيت شويه تينر في هذا عشان اسحب من اللون. هنا عندي ساق، هنا عندي جذع او ساق صغير للنبته المنطقه هذه. او حتى في اشياء مره حلوه زي المطاطيه كده بيستخدموها كثير. نشوف فين حطيتها انا، زي الرابر كده اقدر اشيل فيه. يعني اللوحة طرية، فهذه موجودة في مكتبات عبارة عن أقلام بس رأسها مطاطي كده. أقدر بما أنه الساعة لينة اللوحة، فأقدر أستخدمها في أني أزيح أحدد، لأنه شايف الخرقة ما القماش ما ساعدني، فأنا هذا حيديني حيشيل حيزيح شوية من اللون. هنا عندي ساق جاي كده المنطقة هذه، هنا عندي نمعة، وبعد ما استخدم جلود اي جلدة امسح فيها. هنا عندي لحظين بتشيل اللون، هي اكتر هو اللون عندي طري. هنا عندي القاعدة أخذ زاوية كده من هنا، يعني صراحة ظهرت لي بعض الأشياء. أم هذه مرحلة التأسيس طبعاً. الساعة كم الحين؟ طيب يعني بقينا 25 دقيقة حننتهي مرحلة التأسيس، إن شاء الله في المحاضرة الثانية هنبدأ ندخل المرحلة الثانية، أوكي؟ الآن بس أوريكم كيف أسسنا اللوحة وكيف سوينا الباك جراوند بشكل مرة مناسب، وفي نفس الوقت في له حركة، في له أكشن، مش مجرد بالقلم الرصاص كده قاعد أخطط وبعدين ألون. الشغلة عمرها ما تكون كده، هي تكون عشوائية وجمالها إنها تكون فيها 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 فيها, فيها, فيها اكشن، فيها اكشن، فيها ضربات كده طالعه ونازله، فيها اكشن. هنا الاكشن اللي بقول عليه في اللوحه دراما، فيها فانتسي، فيها جرأه شويه، يبان الشخص اللي رسم الشيء ده ما هو خايف من الالوان، جريء شويه على الالوان، وتقدر تضبط الى ان مش انت زي ما قلت لكم، انت حتى لما ترسم بورتريه انت مش تجيب نفس الشكل نفسه للشخص اللي انت بترسمه. أهم شيء إنك رسمته حيدي تأثير جميل وواقعي إنك تأخذه كصورة أو ككاميرا. فأنا هنا الحين قاعد أضبط شوية الجرة، الجرة سبحان الله شكلها مرة جميل، وأبغاها تكون يعني توب بيرفكت، يعني تكون مرة حلوة. ففيها تنيات صراحة يعني جميلة جدا وناعمة مرة صراحة، فيها كيرفات مرة رهيبة. هذه أهم حاجة في اللوحة دي اللي هو الجرة حقتنا دي، الجرة السعودية هذه صناعة مصنوعة في المدينة، جرة الموية الشربة حقت شربة الموية مرة جميلة صراحة. طبعا أنا ليش بقول لكم كده، إنه الواحد لاحظين أنا ما خطط بقلم رصاص ولا خطط بفحم ولا شيء، مجرد بالفرشة وبدأ المنظر يبان. هذا أنا أسميه سكتش لوني، بس جميل حلو. ولو أبدأ أدخل فيه وأبدأ أعيش أجواءه حياخد مني صراحة جمال، حبدأ أطلع جباليات مرة حلوة صراحة فيه. وبدأ يعني بدأ يشدني، وهاللوحة كده زي ما كده زي عادة اللوحة زي العمارة، الواحد يبدأ يبني لما نبني فيها شوية شوية في البداية أصعب مرحلة، بعد كده تبدا تدخل في مرحله الاستمتاع في انك تسوي هذا المبنى وتبدا تسوي التفاصيل والتشطيب والاشياء هذه، اوكي. فاحنا الان هذه المرحله اللي هي مرحله وضع العناصر في اللوحه، اوكي. وهنا انا ابدا عاد اخش باللون
بجرأة ما عندي مشكلة، أنا أبغى المنطقة دي كحل 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 مرة يعني، فحط لون ما أخاف، حط لون ما أخاف منه، شوية تينر شوية شوية لينسيد أويل، عشان أبغى المنطقة تكون مرة غامقة في المنطقة هذه. هنا عندي خلاص ظهرت مواقع النبتات، فهذه المنطقة فيها غوغان. لا تنسوا إنه قطيفة فيها أصلاً فيها كسرات، الكسرات جاية في اللمعة، أنا ممكن أسوي الكسرات دي شوية، أظهر بعض الكسرات هذه في الأرضية، جاية هنا، هنا كسرات كسرات، وهذه عندي كسرة طويلة جاية من هنا لهنا، هنا كسرة، هنا كسرة. هنا عندي يمكن افتح منطقه في الـ في الـ في اللون هذا، هنا ازيح شويه من اللون اللي انا حاطه في المنطقه هذه، بدا يتوازن الشكل، بدا يدي جماليات صراحه حلوه. ملاحظين الخرقه اللي كنت استخدمها والقطع القماش بدات تتعبى لون، ابدا انا اسوي هنا في عندي كسره قماش هنا عندي، لان القطيفه خفيفه فكسراتها كثير صراحه، وبدي يا جمال صراحة. أنا عندي جزء فاتح، أبدأ ألعب، أنا I'm enjoying my work، I'm playing، أنا قاعد ألعب وقاعد أستمتع في الشيء هذا، لا أخذه إنه شيء كده، أخذه كمتعة. هنا الاستمتاع في الرسم، ولا تسوي شيء عشان يعجب الناس، سوي شيء عشان أنت تستمتع فيه صراحة. دائما أفرح نفسك ما تفرح أحد، يعني أنت لما تبدأ ترسم للناس ما حتبدأ تطلع إبداعاتك، أرسم لنفسك، عيش تجربتك واستمتع ولا تخاف، أبغى جرعة صراحة. هنا عندي ضربات فاتحة كمان، أنا أبغى الجلدة هذه، الجلدة حقت هذا، في جلدة مطاطية هنا، تذكر ذيك حقت الكفر؟ هنا طبعا الان انا بقول لكم اي شيء ممكن تستفيد منه في شغلك تشتغل فيه، يعني الحين هذه جلده حقت كفر، اوكي اخذناها قصيناها من هنا، باخذ بس الجلده هذه، في المكتبات برضه جلود بيستخدموها، بس بعد ما انا اخذ جلده زي كده، اخذ الجلده دي بس عشان ابغى ادي تاثيرات حلوه بالهذا. شوف قطعتها بالطريقه هذه، انا ابغى اسوي ضربات حلوه كده هنا وهنا في سحب اللون، الورقه مثلا في المنطقه هذه، هنا عندي الورقه حقت هذا اسحب فيها لون، هنا عندي لمع حقت هذا. شوف ميزه الجلده، بتسحب الجلده المطاطيه بتسحب في اللون اكثر من اي شيء ثاني، حقت القزاز جاي من هنا، اوكي هنا عندي شويه بياض زايد في المنطقه حقت القاعده، هنا عندي بياض برضو، هنا عندي تدرج. طبعا انا قربنا شويه من ننتهي من المحاضره حقت اليوم او المرحله حقت اليوم، المحاضره حقت اليوم، فانا بقول لكم بنترك اخر ربع ساعه الحين موجوده في الورشه لاي استفسارات تبغوها، انا تحت امركم. طبعا احنا زي هذه المرحله، انا تقريبا بوقف عند هذه المرحله لسه، هذه مرحله التاسيس، وإن شاء الله بإذن الله في المحاضرة الثانية حتكون عندي مرحلة اللي هي ندخل بالألوان الطبيعية حقت اللي هو الأخضر والهذا، نبدأ نشوف كيف نركب ألواننا، كيف نبدأ نظهر الشكل، كيف حنديله طبقة نغمقه كله مرة ثانية ونرجع نفتحه ثاني ويتغمق ثاني. فهذه الآن، إلى الآن هذا رف سكتش أو سكتش سريع للي حسويه هنا، الشكل أتحدد قدامي، لكن إيش حيصير فيه هذه قصة ثانية ندخل فيها ان شاء الله بعدين في المحاضره الثانيه. اذا عندكم اي استفسار او اي عن المحاضره حقت اليوم، انا تحت امركم للاسئله. طيب ايش تبغوا انتم، ايش افضل؟ بما اني اول مره اسوي بث هذه صراحه عن طريق الزوم، تبغوا تسالوا تستفسروا عن طريق الشاتنج أسئلة مكتوبة، أو تبي تفكوا نفلكم المايك تتكلموا، إحنا جاهزين ما عندكم أي مشكلة، شوفوا إيش اللي يناسبكم، أو أي إذا عندكم أي استفسار
المحاضرة حقت اليوم. طبعا لين ما حد يستفسر زي ما قلت لكم، الواحد يستخدم عدد في النهاية يطلع أسلوبه، حيطلع من تلقائي، ما في داعي إنه يقول لا أنا أبغى أسوي أسلوب لي يوم تتجري ولا أسلوب ما حيجيك، لكن أنت خلي الأسلوب يطلع من حاله كده. أهم شيء حب عملك، أتقنه، أديله وقته، حتصير محترف إن شاء الله بإذن الله. زي ما قلت لكم إن شاء الله في قريب العاجل حيكون عندنا دورات برسوم خاصة ل كثير من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الفنون، سواء الديكوباج، الكولاج، عجينه البيبر ماشيه، اعاده التدوير، الرسم الديكوري اللي هو ترامبلوي ارت، الرسم في الاسقف في الجدران، الرسم في على المفروشات، اعاده عمل ميك اوفر للمفروشات القديمه عندك، مثلا طاوله قديمه تبغى تسوي فيها حركه جميله وتطلعها تحفه من التحف او الكراسي، هذه كلها ان شاء الله حتكون دورات قريب حتنزل ان شاء الله. طبعا حتكون لها رسوم، بس رسوم جدا جدا بسيطه عشان يكون لها، لانه لها وقت محدد وتكون مدتها شويه اطول يعني، عشان نقدر نستفيد من هذه الدورات بشكل صحيح. عموما هذه كانت الدوره حقتنا اليوم، مبادئ الرسم بالالوان الزيتيه. حنعطي كمان دورات مجانيه في مبادئ الرسم بالالوان المائيه، مبادئ الرسم بالالوان الباستيل، كل أنواع الفنون بحول الله. إن شاء الله هنستمر دا معاكم على طول أسبوعيا بحول الله تعالى. طبعا بحكم ارتباطي أنا في الشغل والمشاريع هنا وهنا وشركة بنشمارك ومشاريع خاصة، فأنا بحاول ألاقي وقت لهذه الدورات، لكن أنا عادة حسوي إعلان قبلها بيومين إلى ثلاثة أيام إنه موعد الدورة حيكون في الوقت الفلاني، حسب ما أنتوا تشوفوا إن شاء الله يكون عندكم مجال تحضروا أو لا، لكن أنا هعلن عليها. فعادة هي حتكون كل أسبوع إن شاء الله، يعني ما حيمر أسبوع إلا عندي دورة في مجال من المجالات. هذه طبعا اللوحة نكملها الأسبوع الجاي إن شاء الله تقريبا زي هذا الوقت بحول الله تعالى. إذا عندكم اقتراح إنكم يكون في وقت ثاني برضو إحنا متقبلين، لكن أنا هذا الوقت اللي يناسب بالنسبة لي يوم الخميس يكون خلاص انتهينا من مشاريعنا وبكرة إجازة، عشان كده يمكن أنسب وقت إني أنا أسوي فيه الدورة، يكون عندي وقت إني أسوي الدورة فيه. بالنسبة لبرنامج زوم اللي يعني إذا عنده مشاكل تأكدوا بالنت اللي عندكم هل هو قوي أو شيء، لأنه عندنا النت كويس، ولكن في بعض المرات اللي 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 داخل معانا في برنامج الزوم يكون هو عنده النت ضعيف، عشان كده يكون عندكم شوية تقطيع أو حاجة زي كده. ممكن الرسم مباشر على الكام بدون ذهن الجسم؟ إيه ممكن، بس تلاقي خشونة زي ما أنا اشتغلت اليوم من غير جسو، بس لقيت كده ما القماشة دي تعبتني شوية، كان فيها وبر زايد فمسك في البلاز زي الصنفرة صارت يعني، فأنا يعني أفضل تحط جسو أفضل، بس ممكن واحد يرسم على لوحة من غير جسو، بس أنا بقول لكم عشان أفضل يعني أفضل الطرق. واليوم أنا ما حطيت جسو صراحة، ما حطيت جسو، بس حبيت إني أسس، بس لو كان هذا تعمل على جسو كان نتيجة كانت أحلى كثير من دحين. ايوه طبعا اكيد، اي دوره سواء الدورات اللي هي حتكون دورات برسوم او الدورات المجانيه حيكون عليها اعلان في كل مواقع السوشيال ميديا اللي انا فيها، اللي هي في الفيسبوك تبعي، الانستغرام تبعي، او شو اسمه، او ارت ماركت في الواتساب، وحنرسل لكم ان شاء الله كمان في الروابط الاشتراك في جروب الواتساب حق ارت ماركت اللي هو انا بديره. عندي ثلاثه جروبات واتساب، واتساب اللي هي ارت ماركت 1، ارت ماركت 2، وارت ماركت اسر منتجه، هذه كلها انا بديرها. حرسل لكم جروب اشتراك رابط مباشر، يعني بس تضغطوا على الرابط اوتوماتيك تدخلوا في الجروب هذا، يكون اذا كان مليان عشان كده هو واحد مليان، ثاني يعني جروب ارت ماركت 1 مليان ما تقدر تخشوا فيه، جروب واحد ارت ماركت 2 تقدر تخشوا فيه على طول، يعني انتم تسجلوا. نرسل لكم
ارسل لهم الرابط على الارقام اللي سجلوا معنا. كل اللي كانوا معانا اليوم حنرسل لهم الروابط هذه عشان تتسجلوا في جروب الواتساب اللي حننزل فيه الاعلانات. طبعا زي ما قلت لكم الاعلانات حتنزل في انستغرام واتساب سناب شات كل السوشيال ميديا اللي تبعنا ان شاء الله. اوكي وقت كويس نزبطكم الحمد لله. ان شاء الله استفدتوا. بس اذا كان بعرف مدى قبولكم للدورة حقت اليوم أول مرة أسويها أونلاين، بس كنت أبغى رأيكم في هذا الموضوع. أيوة الألوان الزيتية هذه اللي أنا شغال فيها بالألوان الزيتية. الجسو ينفعك تجي مع الألوان الزيتية لما تأسسها يديك سطح أملس وناعم في الكامبس بدل ما يكون خشن شوية. انك تكون مؤسس بالجسو يكون اللون طري، تستخدم فوطه او قماشه قطن، ودوب تبغى تشيل زياده تحط شويه فيها تنر على طول تمسح، او ممكن غير تنر تمسح. هذا كله لسه تاسيس ترى، ما بدينا نلون. ان شاء الله المحاضره الثانيه حتشوفوا شيء مره، هذه قصه ممتعه صراحه. طبقه الجسو الاحسن تكون خفيفه ولا سميكه؟ كل ما تبغاها ناعمة أكثر كنت تديها طبقة تكفي وش واحد بس يتصنفر. أوكي تحتاج إنه تقويها أكثر تديها طبقتين، بس كل طبقة وطبقة تصنفر. هالطبقة الثانية بصنفرة ناعمة عشان ما يكون فيها حبيبات أو ما يكون فيها خشونة. طبعا كل ما ديت الطبقة كل ما قويت أنت الكامبس حقك وصار قوي. ان شاء الله باذن الله. بعدين هذه الوقت الزايد في الزايده الاوقات الزايده او المحاضرات تكون وقتها طويل، اللي حتكون في اللي هي برسوم، اللي هي الدورات حتكون رسوم جدا رمزيه، من بتكلم من بحدود 50 ريال يعني فوق تحت زي كذا. ما حيكون ترى فكره تشيلوا هم الرسوم، لكن الرسوم دي حتكون فيها اوقات اكثر من 3 ساعات وهكذا. ولسه بما انه اول مره ندخل برنامج الزوم نشوف التعامل معاه، فاحنا عارفين الوقت الليمت حقنا كم، ليمت عدد المشاركين كم، هذه لازم الاشياء نعرفها. وهذه اول يوم اول مره انا اسوي بث مباشر اونلاين بالطريقه هذه، فسامحونا على الاخطاء. كيف الصنفرة من طبقه الجسو؟ تحط الجسو طبقه اوكي على الكانفاس بيكون جديد، وبعدين تستنى ساعة ونص ساعة ينشف، أو بالبلور حق الشعر عشان ينشف بسرعة. لما تحس إنه نشف جيب صنفرة ناعمة ودي كده خفيف، بس سوي له صنفر كده عليه لأجل تروح الروس حقته خلاص. بعدين تدي له طبقة تانية وهكذا تصنفر. كل طبقة تصنفر يديك سطح أملس جدا جميل للرسم صراحة. وفي ناس تحب ترسم على أسطح ناعمة، وهذا حلو في الإزاحة الأسطح الناعمة، وينفع كثير مع الخشب ولا بلاكاش كمان، إنك تشيل عن طريق إزاحة الألوان. وكل ما خففت الجسو كل ما قل النعومة. لكن زي ما قلت لكم هذا أنا أفضل الواحد يأسس بجسو، أو زي ما قلت لكم اللي هي البويا سيمي جلوس زي ووتر بيس اللي هو اللون أكريليك ربع لمعة مع غرة، تمزجهم مع بعض حط جسو من أقوى ما يمكن على اللوحة. صنفرة، ورقة صنفرة، جيب لي ورقة صنفرة. ورقة صنفرة طبعا صنفرة هذه موجودة عند مواد البناء كل المقاسات، في منها خشن وفي منها ناعم. الخشن اللي يجيك الرقم حقه قليل. هذه عينته، هذه ورقة صنفرة موجود مواد البناء، كل مواد البناء محلات البويات يبيعوها صنفروا فيها الجدار المفروشات. طبعا الرقم حق الصنفرة هنا مكتوب، هنا مكتوب مثلا 320 في، يعني كل ما زاد الرقم كل ما صارت الصنفرة ناعمة. يعني مثلا لو 90 صنفرة خشنة، لو 50 مرة خشنة، اعتقد ما في 50 بس 1000 1100 1020، كل ما زاد الرقم كل ما الصنفرة تكون ناعمة جدا. اوكي كل ما خف الرقم كل ما كان الصنفرة خشنة. فأنا أنصحكم تستخدموا هذا الرقم اللي هو 320 صنفرة 320 من 300 وفوق
حلو انك تنعم فيها اللوحه، انت ما تحتاج اكثر من كذا، لانك تصنفر صنفره ناعمه خفيفه ما عندك اشياء خشنه يعني، فهذا جدا ممتاز. هذه الصنفره، ورقه الصنفره. طيب المهم نشكر الجميع، واذا كان عندكم اي استفسار زي ما قلت لكم حاولوا تتواصلوا معنا او تشاركوا في الجروب هذا. طبعا هذا الفيديو حينزل في اليوتيوب كمان، حيكون موجود، تقدروا تستفسروا في الكومنت حق اليوتيوب هذا ان شاء الله. واشكر كل اللي حضر وكان شرفتونا بمرسمي هذا اونلاين، وانا مبسوط صراحه انه انا ما توقعت العدد هذا اللي سجل، انا ما توقعت انه ما شاء الله فوق اعداد كبيره يعني، سجلت انا على بالي 2-3-5 بس ما شاء الله لقيت انه في متابعين كثير ليا. انا اتشرف بمعرفتكم، ولي الشرف اني انا انقل معلومه تفيدكم، وانا يعني هذا بدايه المشوار ان شاء الله باذن الله حنكمله، وبحاول الله ابدا في قبول زي كده وناس حابه هذا الشيء، انا معيوني اني اخدمكم باذن الله. هذه الفائده حتعمل للجميع وحتعمل لي اني انا ابدا ارسم كمان وامارس عمليه الموهبه او الهوايه حقتي. شكرا للجميع، واشكركم واشكر وقتكم الغالي اللي اعطيتوني هو، ومن جد من جد يعني فرحتوني بتواجدكم. واي استفسارات لا تنسوا تشاركوا في قناه اليوتيوب حقتي باسم حسام برهان، برضو حنرسل لكم هو على الرابط او السناب شات حقي او الانستغرام، والاعلانات كلها حتكون نازله في هذه القنوات بحول الله، وقنوات الواتساب اللي هي ارت ماركت اللي انا بديرها في جروب الواتساب. اوكي، شكرا جزيلا وفي امان الله، مع السلامه.